يا له من مشهد خلاب. نعم، إنه منظر مريح، البحر، النسيم، الحياة جميلة يا صديقي. الحياة جميلة، ولكن العمل ينتظرنا. ما هو برنامج اليوم؟ أقترح عليك زيارة آيا صوفيا اليوم، وبعد يمكن أن نذهب إلى حمام. لما لا؟ وماذا أيضا؟ غدا يجب أن نستيقظ باكرا لنزور جامع السلطان سليم، وبعد سنزور قصر توبكابي. ما رأيك؟ أنا موافق. يا أمين، ماذا قرأت عن اسطنبول؟ قرأت كثيرا من الكتب وبعض المجلات والمقالات. نحن هنا في مكان استراتيجي بين قارتين، أوروبا وآسيا. طبعا أكيد، نحن في الحد بينهما. يا لها من جوهرة ثمينة. لحظة، سأضع النظارة. حان وقت الإغلاق سيداتي وسادتي، من فضلكم حانت ساعة الإغلاق، شكرا على زيارتكم. هيا بنا. لحظة، نسيت نظارتي داخل المتحف. انتظر هنا، سأرجع حالا. ها؟ اقبضوا على اللص. حرامي حرامي. أردنيان يقبضان على سارق جواهر مشهور. انظري، هذا بابا في صورة الصحيفة، والسيد أمين عنده ورم في جبينه. لا تقولي السيد أمين يا ريم، قولي العم أمين. نعم يا ماما. بابا والعم أمين أصبحا مشهورين. بابا. يا له من مشهد خلاب. يا له من مشهد خلاب. الحياة جميلة يا صديقي. الحياة جميلة يا صديقي. الحياة جميلة، ولكن العمل ينتظرنا. الحياة جميلة، ولكن العمل ينتظرنا. أقترح عليك زيارة آيا صوفيا اليوم. أقترح عليك زيارة آيا صوفيا اليوم. غدا يجب أن نستيقظ باكرا لنزور جامع السلطان سليم. غدا يجب أن نستيقظ باكرا لنزور جامع السلطان سليم. يا أمين، ماذا قرأت عن اسطنبول؟ يا أمين، ماذا قرأت عن اسطنبول؟ نحن هنا في مكان استراتيجي بين قارتين. نحن هنا في مكان استراتيجي بين قارتين. نحن في الحد بينهما. نحن في الحد بينهما. يا لها من جوهرة ثمينة. يا لها من جوهرة ثمينة. حانت ساعة الإغلاق، شكرا على زيارتكم. حانت ساعة الإغلاق، شكرا على زيارتكم. نسيت نظارتي داخل المتحف. نسيت نظارتي داخل المتحف.
أردنيان يقبضان على سارق جواهر مشهور. أردنيان يقبضان على سارق جواهر مشهور. انظري، هذا بابا في صورة الصحيفة. انظري، هذا بابا في صورة الصحيفة. بابا والعم أمين أصبحا مشهورين. بابا والعم أمين أصبحا مشهورين.